الحمد لله على السلامة يا ست البنات. أنا جايبك يومنا النهاردة عشان أقول لك خبر مش عارف هتستقبليه إزاي. مش عارف يكون كويس بالنسبة لك ولا وحش. بس لازم تعرفي إن مصطفى اترحل عشان يتعدم. وحش؟ ده الحمد لله يا سليم بيه. كده ربنا خلاص ريحنا منه. أروح لحاله. أيوه. مش قلت لك الجايات أكتر من رايحات؟ أنا عاكف الجبلاوي، واللي أقوله قدر لازم أن يتنفذ. اسمع عاكف، سيبك من الجعجعة الفاضية اللي أنت فيها دي، عشان أنت نفسك عارف إنها خلصت خلاص، ونهايتك قربت قوي على إيدي. الغشيم بس هو اللي يفتكر إن عاكف الجبلاوي له آخر. أنا زي الدنيا، آخر يوم القيامة. ولو مش مصدقني اسأل صاحبتك بنت القاضي ليلى. هي بعينها ليلى عندي هنا، يا تيجي تصفي حسابنا راجل لراجل، يا تسيبها تموت زي اللي ماتوا بسبب اللي ما بيني وبينك. يا ابن الكلب، لم لسانك واحفظ أدبك، بدل ما البنت الغلبانة دي تدفع حياتها تمن لطولة لسانك. قدامك 24 ساعة سليم، تعرف مكاني وتجيني لوحدك. اللي بيني وبينك لازم يخلص راجل لراجل. في ايه يا سليم بيه؟ انت شفت الطريق بنفسك واحنا جايين، احنا في حته مقطوعه، واقرب بني ادم لهنا على بعد زمن. يعني مهما زعقتي ولا صرختي محدش هيسمعك ولا غيتك. انا جايبه لك واكل ومي، عاوزاكي تبقي عجله. قلة العقل مش هتنجدك، بالعكس هتخلي عاكف يفتح فيكي وفي، وده ما حدش عارفه جدي. يوم ما زرابينه بتطلع قولي على الدنيا السلام. بس برضك من جواه عيل صغير وقلبه ابيض وحنة الدنيا كلها فيه، يعني لو طوعتيه وعملتي اللي هو عاوزه مش هيهوب ناحيتك بأذى. ها قلتي ايه؟ جدع. ها قولي لي تحبي تاكلي ايه الاول؟ طب مش هتفكي ايدي بقى؟ تبقيش طماع عمال، وانت عايزه يدك في ايه يعني؟ انا هوكلك واشربك، وليك عليا لو كنت عاجله اكلم عاكف عشان يفكك. كفايه عليا اني بعمل كل ده من وراه. ها قولي لي تحبي تاكلي ايه الاول؟ مش عايزه اكل. انت ازاي مستحمله نفسك كده؟ ازاي قادره تعيشي بشخصيتين؟ وانت هبله وطيبه ومضحوك عليكي، ولا انت خبيثه ولئيمه وبتمثلي انك طيبه وانا مصدقاكي؟ ليه ده كله يعني؟ شايف عيني ماشيه شق خلقاتي، ولا نكشه شعري وبجري ورا الناس في الشارع؟ كل اللي بتقوليه ده اجنب كتير من اللي عملتيه. انت عامله نفسك ان انت طيبه وخايفه عليا وبتساعديني، وانت خطفتيني لواحد مجرم بيتاجر بخطفي. مستغربه ليه؟ وانت سبقاني في الجنان يا ست ليلى. عاكف حكالي على اللي عملتيه مع سليم الانصاري، والمثل بيقول لا تعيريني ولا عيرك. الهم طايلني وطايلك. لا طبعا لا، انا كنت بساعد سليم في الخير في الحق مش في الاجرام. ما تضحكيش على نفسك وعليا يا ست البنات. اللي عملتيه مع سليم الانصاري لا له دعوه ولا بحق ولا بخير، زي ما اللي انا بعمله مع عاكف ملوش دعوه ولا باذيه ولا باجرام. سيبه يحفر قبره بايديه، هو عايزني اروح له لوحدي، وانا اروح له مش هرجع من غير ليلى وهو مربوط ومسحول من ايديه زي ما عملت في ابوه. المهم دلوقتي هنوصل له ازاي في ال 24 ساعه اللي جايين دول؟ ما افتكرش ان في حل غير ان احنا نحدد مكان تليفون ليلى. مقفول، وشركه التليفونات دلوقتي اكيد عايز تصريح من النيابه، وده ياخد وقت. طب انا عندي حل، انا ممكن اعرف لحضرتك اخر مكان الموبايل كان موجود فيه قبل ما يتقفل. ازاي؟ هحتاج من حضرتك بس علبه الموبايل، هاخد من عليها السيريال نمبر وبيانات الخط بتاعها بس. احنا نجيب علبه الموبايل دي منين؟ انا عندي رقم من تخليتها كلمتني منه قبل كده،
اكلمها هي تتصرف. يعني حرقت دمك بكلمتين وكمان خليتك تجيب لها واكل من ورايا؟ انا ما كفرتش اني جبت لها بق ميه عاكف. وبعدين مش اللي حرق دمي هو كلامها، اللي حرق دمي صح انها داست على الجرح وخلت السؤال يصرخ من الوجع. سؤال ايه يا مجنون انت؟ اخرتها ايه وياك يا مالي قلبي ووجعه؟ اخرتها اجيب ابن الانصاري واخد حقي منه، والاتراك هيصفرونا وهتعيش ملكه. والبنت الغلبانه دي مالها؟ هتعمل ايه وياها؟ على حسب مصيرها هيكون. لا يا عاكف، لحد كده وخلاص. البنت ترجع لاهلها زي ما اتفقنا. انا طوعتك عشان تاخد طارك من سليم الانصاري، لكن انا مش عايش وياك وانا شايله في رقبتي دم الغلبانه دي. قصدك ايه؟ قصدي اني ما قصرتش معاك في اللي اتفقنا عليه عاكف. وجه الدور عليك، يتنفذ اللي اتفقنا عليه، كل واحد فينا يروح لحاله. انا مش هخسر دنيتي واخرتي عشانك يا عاكف. ملعون ابوه حب لو هيخليني اعمل كده. يا بنت ما تبقيش حماجيه. امال هو انا غاوي جاتلي يعني؟ طاري ولازم اخده. البنت دي هي الطعم اللي هجيب بيه ابن الانصاري، بعد كده هسيبها لحالها. بجد يا عاكف؟ ايوه. اتفضل. برافو عليك يا نور. متأكد انك ما قلتيش حاجه لست المستشار مش كده؟ لا 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 ما تقلقش، انا قلت ان هي بايته في الصعيد وتليفونها هتسرق زي ما قلت لي. بس على فكره اللي بنعمله ده لمصلحتها في الاول والاخر، ده ابوها واكيد لو عرف هيقلب الدنيا. خليك اقعدي نستريح، هرجع لك على طول. ماشي. ادي يا ست العلبه طلبتيها، وريني بقى همتك. لا يا عاكف، المؤتمر سهل. سليم الانصاري زي ما خليناه بطل بسببنا، زي ما لازم يتذل ويتهان بسببنا. عشان كده لازم لما يموت يتصور فيديو وهو بيتذل ويتهان وبيطلب السماح. ساعتها بقى تبقى تطلب اللي انت عايزه، ولا ايه؟ ما انا قلت لك الجماعه بتوع تركيا دول ما لهمش غير في العنف وخلاص. لا طبعا، اللي بيعملوه ده اسمه غباوه. اللي زي سليم الانصاري ده يتوسخ، سمعته تبقى في الارض ويتساب عايش بكده. بس تبقى قضيت عليه وخلصت منه. لما تبقى تفشل في ده بقى ساعتها تبقى تفكر في موته والكلام ده، انما مش دلوقتي خالص. وعموما انا شغال على واحد جديد اليومين دول، بفكر استعمله في موضوع سليم الانصاري ده. بس لما نشوف الجماعه دول هيوصلوا لايه الاول في اللي بيعملوه. يلا شالوه. متأكد ان هو ده المكان؟ ده اخر مكان الموبايل كان موجود فيه قبل ما يتقفل. ماشي اوكي، شكرا. ايه الاخبار يا حسين؟ البيت بتاع واحده اسمها هنادي عبد العال عنتر، من نفس الغجر اللي ام عكت منه.